السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الحصة الثانية من درسنا الضرب التقنية الاعتيادية 2. إذن على بركة الله نبدأ تصحيح التمارين. بالنسبة للتمرين الأول، ألاحظ المثال ثم أنجز. هذه الأمثلة قمنا بإنجازها في حصة البناء. إذن نبدأ بالتمرين. لدينا 132 في 2، إذن نكتب 130 في 2. نبدأ بضرب. إذن 2 في 2، يعني نضرب العدد في الأسفل في رقم الوحدات. 2 في 2 يساوي 4، نكتب 4. 2 في 3 هي المرحلة الثانية. 2 في 3 يساوي 6، نكتب 6. ثم بعد ذلك أضرب 2 في رقم المئات. إذن 2 في 1 يساوي 2. ننتقل إلى العملية الثانية. 3 في 4 يساوي 12. انتبهوا، 12 عدد مكون من رقمين. إذن أكتب 2 وأحتفظ بواحد في العدد الموالي، إما أحتفظ هنا أو أحتفظ بجانب العملية. إذن كلا الطريقتين صحيحة. الآن 3 في 1 يساوي 3، أضيف لها الاحتفاظ أي 4. 3 في 2 6. العملية الآن الأخيرة 4. نضرب الآن، قلنا بأنه لدينا عددين في الأعلى في عددين موجودين في الأسفل. إذن أضرب فقط 5 في العدد الأول، في الرقم الأول وفي الرقم الثاني. 5 في 4 يساوي 20، أكتب 0 وأحتفظ بإثنان. 5 في 2 10، أضيف لها 2 يعني 12. بعد أن أنهينا ماذا نفعل الآن؟ سوف نضرب في واحد، لكن قبل أن نضرب في واحد نكتب إما الصفر أو نضع نقطة تحت رقم الوحدات. الآن يمكننا أن نضرب في واحد. 1 في 4 4، 1 في 2 2. نطبق الآن عملية الجمع. 0 زائد نقطة، يعني قلنا النقطة تمثل 0 0. 2 زائد 4 6، 1 زائد 2 3، نكتب تساوي في الآخر. ننتقل الآن إلى التمرين 2. إذن الآن تمرين 2 أضعه وأنجزه. لدينا 4 عمليات أنا قمت بوضعها. قلنا دائما عند الوضع نضع العملية بطريقة مضبوطة ونلاحظ أين يوجد الجدع. نبدأ بالعملية الأولى. 57 في 6، إذن نضرب 6 في 7 يساوي 42. أكتب 2 وأحتفظ بأربعة، لا أحتفظ هنا، أحتفظ في العدد الموالي. إذا كان ضربنا العدد في رقم الوحدات أحتفظ فوق رقم العشرات. 6 في 5 يساوي 30، أضيف لها 4، 34. أنتقل إلى العملية الثانية. 2 في 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 2 في 4 8، ولا أنسى الاحتفاظ أي 9. 2 في 3 6. العملية الموالية. 7 في 6 42، 7 في 2 14، 14 زائد 4 للاحتفاظ يساوي 18. إذن أكتب 8 وأحتفظ بواحد فوق رقم المئات. 7 في 1 7، 1 الاحتفاظ 8. العملية الأخيرة. 5 في 9 يساوي 45، إذن أكتب 5 وأحتفظ بأربعة. 5 في 3 15، أضيف لها 4 19. إذن لا أكتب 19 كاملة، أكتب فقط 9 وأحتفظ بواحد فوق رقم المئات. 5 في 1 5، وأضيف لها الاحتفاظ 6. ننتقل إلى التمرين الثالث. أحسب جداء كل عددين مكتوبين بنفس اللون. إذن نحسب 35 مع 28، ثم بعد ذلك نحسب 53 مع 14. إذن نبدأ بالعملية الأولى. لدينا 35 أضربها في 8 بالنسبة للسطر الأول. إذن 8 في 5 40، أكتب 0 وأحتفظ بأربعة. 8 في 3 يساوي 24، أضيف لها 4 يساوي 28.
حسبت الاحتفاظ أضرب عليه لكي لا أعيده. ثم بعد ذلك قبل أن ننتقل إلى 2 نضع النقطة ليس في الوسط إنما تحت رقم الوحدات. 2 في 5 يساوي 10، أكتب 0 وأحتفظ ب1. الآن 2 في 3 6، أضيف لها الاحتفاظ أي 1، 4 قلنا بتشطيب عليها، 2 في 3 قلنا 6، 1 الاحتفاظ 7. طبقوا عملية الجمع. 0 زائد نقطة أي 0، 8 زائد لا شيء 8، 7 زائد 2 يساوي 9. لابد أن أذكركم هنا أنه يمكنكم أن تحتفظوا بجانب العملية، سوف نجرب هنا الاحتفاظ بجانب العملية. لدينا 4 في 3 12، أكتب 2 وأحتفظ ب1 بجانب العملية. لاحظوا أين احتفظت، بجانب العملية. 4 في 5 20، 1 الاحتفاظ هي 21. إذا حسبت الاحتفاظ أشطب عليه لكي لا أعيد كتابته. أضع النقطة تحت رقم الوحدات. الآن 1 في 3 3، 1 في 5 5. إذا قلنا أي عدد أضربه في 1 يساوي العدد نفسه. بعد أن حسبنا الجداء في الأول في 4 ومرة الثانية في 1، أطبق عملية الجمع. إذا 2 زائد لا شيء 2 يعني النقطة، 1 زائد 3 4، 2 زائد 5 يساوي 7. الآن ننتقل إلى التمرين 4. تمرين 4 أضع وأنجزه. لدينا 4 عمليات أنا قمت بوضعها، الآن سوف نقوم بإنجازها. 7 في 3 نكتب 21، لا نكتبها كاملة، نكتب 1. يمكننا أن نحتفظ فوق العدد الثاني أو نحتفظ بجانب العملية، إذن يمكننا أن نحتفظ هنا. الآن 7 في 2 14، زائد 2 الاحتفاظ 16، إذن أكتب 6 وأحتفظ بجانب العملية، أشطب على الاحتفاظ. 7 في 1 يساوي 7، 1 الاحتفاظ 8. العملية الثانية 2 في 5 10، أكتب 0، يمكنني أن أحتفظ هنا فوق 7 أو أحتفظ بجانب العملية. 2 في 7 14، زائد 1 الاحتفاظ 15، أكتب 5 وأحتفظ ب1. 2 في 3 6، زائد 1 الاحتفاظ 7. ننتقل إلى العملية الموالية. 2 في 3 6، ليس لدينا الاحتفاظ. 2 في 5 10، أكتب 0 وأحتفظ ب1 في جانب العملية. 2 في 4 8، زائد الاحتفاظ 9. عندما أقوم بكتابة الاحتفاظ أشطب عليه عندما أحسبه. الآن إلى العملية الموالية. 4 في 2 8، 4 في 7 28، أكتب 8 وأحتفظ ب2. 4 في 6 يساوي 24، أضيف لها 2 الاحتفاظ يساوي 26. إذن أكتب 26. هنا خرج لدينا الجواب مكون من 4 أرقام. الآن ننتقل إلى التمرين رقم 5. التمرين رقم 5 موجود في الأعلى. أكتشف الأخطاء وأصححها. إذن نبدأ بالعملية الأولى. لدينا 7 في 6 42، أكتب 2 وأحتفظ ب4 بجانب العملية. 7 في 0 0 وأضيف الاحتفاظ، لدينا الاحتفاظ 4 ليس 1، إذن هنا الخطأ. قلنا بأن 7 في 6 42، أكتب 2 وأحتفظ ب4 بجانب العملية. 7 في 0 0، أضيف 4 للاحتفاظ. 7 في 1 7، إذن هذه العملية. ننتقل إلى العملية الموالية. لدينا 2 في 6 يساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ ب1. 2 في 2 4، 1 الاحتفاظ 5، جيد، السطر الأول صحيح. لاحظوا جيدا عندما انتقلنا إلى الضرب في 3، ماذا قلنا يجب أن نفعل؟ يجب أن نضع النقطة تحت رقم الوحدات، هما لم يضعوا النقطة، إذن هذه العملية خاطئة، إذن نصححها. 2 في 6 12، أكتب 2 وأحتفظ ب1. 2 في 4 2 عفوا في 2 4، 1 الاحتفاظ 5. أضع، انتبهوا، انتهيت، أضع النقطة تحت رقم الوحدات.
ثم أنتقل إلى ضرب 3 × 6 يساوي 18. أكتب 8 وأحتفظ بواحد. 3 × 2 = 6، واحد الاحتفاظ 7. إذن الآن أطبق عملية الجمع. 2 + نقطة، قلنا النقطة تمثل 0. 2. 5 + 8 يساوي 13. أكتب 3 واحتفظ بواحد. 7 + 1 الاحتفاظ يساوي 8. إذن هذا هو الجواب النهائي. تمرين 6، أنتم سوف تجدون في الكتاب هنا رقم 5. رقم 5 قلنا صححناه، هذا 6، صححوه في كتابكم، هذا رقم 6. رتب علي صوره في ألبوم من 24 صفحة. إذن رتب علي ألبوم من 24 صفحة. إذا علمت أنه ألصق 7 صور في كل صفحة، ما هو عدد الصور التي عند علي؟ قلنا بأن علي لديه 24 صفحة، في كل صفحة ألصق 7. إذن 7 صور كم تكررت في من صفحة؟ تكررت من خلال 24 صفحة. إذن هي تقنية الضرب هذه المسألة. إذن نضرب 24 صفحة في عدد الصور في كل صفحة. 4 × 7 يساوي 28. أكتب 8 وأحتفظ ب2 بجانب العملية، أو هنا 7 × 2 يساوي 14، أضيف لها 2 الاحتفاظ يساوي 16. إذن علي لديه 168. إذن نكتب عدد الصور التي عند علي 168 صورة. نصحح الآن تمرين 7. أضع وأنجز عمليات الضرب، ثم أكتب تحت كل عملية اسم الطفل الذي أنجز كلا منها. نبدأ بالعملية الأولى. لدينا 107 × 9. 7 × 9 يساوي 63. أكتب 3 وأحتفظ ب6 بجانب العملية أو فوق العدد الموالي. 9 × 0 = 0، أضيف الاحتفاظ 6. بعد أن أضفت الاحتفاظ أشطب عليه. 9 × 1 = 9. إذن من أنجز هذه العملية هي مريم. أكتب تحتها مريم. ننتقل للعملية الموالية. 6 × 2 = 12. أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 6 × 5 = 30. واحد الاحتفاظ 31. أضع النقطة تحت رقم الوحدات. 1 × 2 = 2. 1 × 5 = 5. الآن أطبق عملية الجمع، يعني أجمع السطر الأول مع السطر الثاني. 2 + لا شيء أي النقطة 2. 1 + 2 = 3. 3 + 5 يساوي 8. إذا من أنجز هذه العملية هو أحمد. إذا نكتب أحمد. ننتقل إلى العدد الموالي. 2 × 8 = 16. أكتب 6 وأحتفظ بواحد. 2 × 2 = 4، أضيف الاحتفاظ 5. بعد أن أضفت الاحتفاظ أشطب عليه لكي لا أعيد كتابته مرة أخرى. الآن سوف أضرب في 3، لكن قبلها يجب أن نضع النقطة تحت رقم الوحدات. 3 × 8 = 24. أكتب 4 وأحتفظ ب2. 3 × 2 = 6، أضيف لها الاحتفاظ يساوي 8. نطبق عملية الجمع. إذن أجمع أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني. 6 + لا شيء = 6. 5 + 4 يساوي 9. 8 + لا شيء يساوي 8. إذن من أنجز هذه العملية هي زينب. ننتقل إلى آخر عملية. 6 × 9 يساوي 54. أكتب 4 وأحتفظ ب5. 9 × 8 يساوي 72. أضيف لها 5 الاحتفاظ، يعني 72 + 5 يساوي 77. إذن من أنجز هذه العملية هو علي. نكتب علي. نصحح تمرين 8.
نظمت أسرة تتكون من الأب والأم والطفلين رحلة إلى إفرن. كم صرفت هذه الأسرة؟ إذا علمت أن التكلفة بلغت 234 درهما للشخص الواحد، إذا أولا نحدد المعطيات الأساسية. كم لدينا من أفراد في الأسرة؟ لدينا الأب، الأم والطفلين، إذا لدينا 4 أفراد، الأب والأم وطفلين. قلنا كم كلفت هذه الأسرة إذا علمت أن تكلفة بلغت 234 درهما للفرد الواحد، إذا نحن لدينا 4 أفراد وثمن الفرد الواحد هو 234 درهم، إذا 234 درهم سوف تتكرر 4 مرات يعني بعدد الأفراد. إذا العملية المنجزة هي عملية الضرب، إذا نضرب 234 في 4، إذا 4 × 4 يساوي 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد بجانب العملية، 4 × 3 12 أضيف الاحتفاظ 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد، 4 × 2 8 أضيف الاحتفاظ 9. إذا كلفت هذه الأسرة 936، وبالتالي نقول صرفت هذه الأسرة 936 درهما. إلى هنا وتكون انتهت حصتنا، شكرا جزيلا على حسن انتباهكم، إلى اللقاء.